يا بسنت، يا بسنت، بقالي اسبوع مش عارف عنك اي حاجه. ايوه، اول ما تسمعي رساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعك. يلا سلام. يا عندليب، يا عندليب، ابلغ خبر سوء. انما ايه انت ابن حلال، وحياه ابوك تعالى اقف في المشروع بتاعي 5 دقايق، عايز اروح ادور على بسنت، بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي، انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس، انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك عن الخبر الحلو. قول. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش الوضع عصام عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش، اكيد اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه يا فوزي. انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بسنت هتتجوز؟ لا، عشان هجيبه مطرب غيري. محروس، انا تعبان، حياة ابوك اطلب لي من القهوة شوية قرفة بلبن. حاضر. بس خليني ازود اللبن. وحياة ابوك. حاضر. ولا شغلانة. اوبا، الحق الدائرة، الدائرة انا جاية وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا تشوفون. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب الازاز. ايه؟ فوزي راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش هيفتح الحساب اللي عليه وبعد كده يصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال دوت. اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ايه رايك؟ كله تمام؟ اه تمام تمام تمام، وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها؟ خاينة واطية يا بسنت، غدارة قذرة يا بسنت، يا بسنت. قولي نفسك بقى بسنت، بسنت، وسايب امك بتموت. روح هات للدكتورة، انا مش قادر اخد نفسي. حاضر حاضر حاضر. رايح فين؟ من على السلم اكل خلاص؟ عينيا يا امك. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اه اوكي، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان، بس ان شاء الله خير. ربنا يخليك، انا قلقان عليها جدا. لا ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاريكاتورة؟ على فكره، على فكره، ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه، غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟ حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي، حبيبتي بابا يا حبيبي. يقول 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 انت جاي ترد على عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده اشوف شغلي. مش هينفع كده. حك 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 حك، ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي، قولي يا تيتي. ايه ده؟ هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها، وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه، اطمن. ربنا يخليها لك. ها؟ احنا جايبين بطيباتي. كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي. دلوقتي ماما ساكنه فين؟ نعم؟ ماما ساكنه فين؟ ساكنه في اول فيصل، بس ما بتعيا بنكشف عليها هنا. والله برافو عليك، برافو برافو برافو. قول لي بقى، لما بتطلعوا رحله مع بعضيكم هي بتطلع معاكم؟ ايه علاقه ده باللي هي فيه دلوقتي؟ بتركب الباص. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركبي الباص يا كتكوتة، انت تركبي الباص يا بتبوتة. ماما حلوه. انا ثانيه واحده وهطردك لو سمحت، الدكاتره كتير، ارجوك طمني ان انا توترت. انا معلش، انا اسف، انا مقدر توترك، بس ماما حلوه. انا عارف ان ماما حلوه. قول لي بس فيها ايه؟ هتبقى حلوه، اتاكد من كده. اوكي، يلا قولي لي بقى، حاسه بايه؟ حرقان.
جامد. حرقان في قلبي؟ اي حرقان في قلبي. حرقان في قلبي يعني ايه؟ لا يعني خطر يا دكتور. لا 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 مش خطر خالص. ايه؟ ماما حلوه. ماما حلوه ايه؟ انت حرقان في قلبي بتقول لك. حاسه بايه تاني يا حاجه؟ صدري كتر عليا مش قادره اخد نفس. صدرك مش قادرة تاخد نفس؟ اه يا دكتور ابص ايدك اديها اي حاجه. هي ماما حلوه ان شاء الله. بتقول لك حاسه بحاجه نغزه رخمه كده في رخمه السن. مالك يا دكتور؟ استاذ مالك يا صمت؟ مال اسود. قالت لي خد الحبايه قبل ما تنزل. مين دي؟ يعني خدها. مين دي؟ خطيبتك؟ مرات حضرتك؟ حضرتك نفسك يا رب اسود على اليوم الطين. مالك؟ يلا ماما حلوه. انا اللي مش حلو. يا نهار اسود انت حلو. طب اجيب لك حاجه؟ اجيب لك حاجه؟ فسحني يا حاجه. مالك يا دكتور؟ انت هتنام جنب امي؟ يا دي دي برتاوي. حاسس بايه طيب؟ افتحوا الشبابيك افتحوا الشبابيك. طب في دواء انزل اجيبه لك. هيثم. ايوه سمر. هيثم وسمر ده دواء جديد؟ يا نهار اسود ومنيل الدكتور بيتحول. ايه؟ الحقني يا شكري. جايب لي الدكتور بيموت يا شكري. معلش معلش عندليب خش انت بس جنب الحاجه وانا اجيب لك دكتور تاني حالا. ما تجيبش حد تاني. ماما حلوه ماما حلوه. الحمد لله يا يما الدكتور خد الشر وراح. انت بقيت كويسه دلوقتي؟ اسمع يا واد يا فوزي عايزه اقول لك سر اخبيها عليك السنين اللي فاتت دي كلها. سر ايه يما؟ ابوك عوض مش ابوك. يا نهار ازرق امال مين ابويا؟ ابوك اسمه فايز الخبيري. طب ما انا عارف ان ابويا اسمه فايز الخبيري واسم الشهره بتاعه عوض. ما هو ده السر اللي خباه عليك عوض عشان ما تعرفش انه جوز امك وتتعقد يا حبيبي. يا نهار اسود. ده يا ابني كان راجل خليجي. ابوك شافني عن طريق عوض ابن عمي. كنت صغيره وحلوه بس وقعني في هواها وعرض عليا الجواز. اصل مراته الخليجيه دي ما كانتش بتخلف لكن لاجل الحق ابوك كان شايلني على راسه شيل. اتجوزني وفعلا حبلت لحد يوم الطلق ما جه وطلبني الاسعاف. ما انا كنت تعبانه قوي. استر يا رب استر يا رب استر يا رب. لا تقلق لا تقلق كل شيء يصير تمام بابا فايز. طمن يا شيخ فايز هي البكريه كده دايما هدي اعصابك. بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. مبروك بابا فايز مبروك مبروك. جالك ولدين زي القمر. كيف اتنين؟ ما رضيتش بقى اروح اعيش معاه في الخليج ولاجل العدل هو خد اخوك فواز وانا خدتك يا فوزي. من اسبوع بعد سفر ابوك باخوك سمعت ان ابوك مات من سواق تاكسي كان بيسوق له في مصر. بعديها انقطعت اخبار اخوك وبعدين بقى اتجوزت عوض ابن عمي. انا مش فاهم حاجه خالص يا ام. دور على اخوك يا فوزي وشوف ورثك يا ابني فوزي. مالك يا ام انت حاسه بحاجه؟ باين عليا هفيصه فوزي. لا تفيصه يا ام فوزي بلاش الكلام ده والنبي. دور على اخوك فوزي حط ايدك في ايده انتوا مالكوش غير بعض يا حبيبي. ها تلات شهور بلف على السفارات ان الاقي عنوان لاخويا ما لقيتش بفكر اتبرى منه واخلص. فوزي مفاجاه فوزي مفاجاه مفاجاه. ايه هي؟ حصل فصل جبت لك ايه؟ المكنه اللي بتشيل شعر المناخير. بقول لك مفاجاه جدع مفاجاه. يا عم ايه هي؟ تليفون اخوك وعنوان شغله. تكلم بجد؟ يا فرج الله
والله ما مصدق، والله العظيم ما مصدق، ما مصدق. اللي انت عملته ده بس على المهم ما تقلقش، انا حافظه. المعلومات اللي انا جايبها دي جايبها من واحد صاحبي سواق عند واحد لواء جامد قوي في الداخليه، اخوك اسمه فواز الخبيري، رجل اعمال جامد قوي، عايش في دبي او في الامارات انا مش متاكد. نعم. على العموم الف الف مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا صاحبي. بس ما تنسناش بقى يا فوزي. يا جدع عيب انساكوا ايه؟ ده انا همحيكوا من ذاكرتي. عيب عليك يا جدع. يا جدع عيب ايه تحرقوا بجد كده يا فوزي؟ انت صدقت يالا؟ ده انتوا اخواتي، انا خلاص هعمل الشريط اللي بحلم بيه وهعدي. يبقى تدفع الفلوس اللي عليك يا فوزي طالما عديت. انت كنت سامعنا من الاول؟ اه. فلوسك هتاخدها على الجزمه. جزمه صندل بس هاتها. معاك تليفون؟ معايا. بيكلم محافظات ولا لا عشان اكلم دبي؟ بيتكلم. ايه التليفون الحقير ده؟ ده تلاقي اخويا في دبي مديلي الكلب بتاعه. حافظ النمره؟ ايوه فنان. اخلص. اخويا وحشني وحشني وحشني. اتفضل يا عندليب. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد، بس هو حاليا بيرن 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 بيرن. الو سوري، لا انا مديرة اعماله. الخدامة يعني؟ اجري يا بيت تقولي لسيدك فواز بيه ان اخوه سيدك فوزي بيه بيكلمه من الدقي. اه اقول اسمك؟ اه يا ريت. ولا اخليها بعدين. بنجوا الغزالة اللي هيصطادها وكتفوها، خلوه يصطادها، خلونا نخلص بقى في اليوم ده. يلا يا جو. نعم. جبت الغزالة اللي هصيدها؟ جبنا غزالتين سعادتك ومدربين على الصيد. اوكي. صبتها. انا شايف الغزالة طاحت وماتت يا جو. ماتت وشبعت موت يا فندم. لكن ليه انا اتخيل انها تتحرك شوي؟ دي حلاوة الروح يا فندم. والله المرة هادي في القلب عشان ما تتحرك. هلا هلا يا فواز. هلا هلا يا فواز. Good morning مستر فواز. ايش فيك يا جمانة؟ مستر فواز تليفون مهم لحضرتك من واحد بيقول انه من الدقي، بيقول انه اخو حضرتك. ايش دقي وايش يا اخوي؟ انا مالي اخو. الو الو يا فواز. يا حبيبي انا اخوك فوزي. انا هبكي يا فواز، والله هبكي. انصحك ما تتكلم مره ثانيه. هاي انت ما تدري ايش في يدي. اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي؟ انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. اه ايه؟ لا 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 المبلغ مش كبير تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي ابعتهم كلهم او الباقي ياخدوه اهل وغلابه فقر. اه اه طب يا حبيبي اسبوع. اوكي اوكي باي حبي. باي باي. اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع. هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني ده الدم بيحن. اه الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ مش قلت لك الدم بيحن؟ بقول لك يا فوزي إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقص غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. اه سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. اعمل ايه يا ربي؟ بصوا يا جماعه انا هفكر في البيت واكل الاكل دوت وربنا يسهلها ان شاء الله. انا محرج قوي يا جماعه بصراحه، محرج. اول مره استلم فلوس بصراحه، وانت عارفين شعور الفنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم صح؟ انت مالك بس؟ الامن من ايه؟ ولا الامن ولا حاجه. انا هقول انا عايز فلوس اروح لاخويا فواز في دبي. فيها ايه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا انا متوتر متوتر بصراحه. لا فوزي ده خالك والخال والد. لا اصل هو بصراحه مش خالي لازم، يعني هو امي ولاد خاله، فده يعتبر خالي. ايوه طبعا ده كده يبقى خالك لازم. طب الحمد لله. انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. يا عم الجريء. يا خرابي فوزي. انا مش فوزي، انا مختار. تصرف كده في اسبوع يا ابني الكلب؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف كده في اسبوع؟ ايه ده؟ خش لي يا خالتي. انت غلبان ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خال؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف كده في اسبوع يا فوزي. صرف كده في اسبوع يا فوزي. صرف كده في اسبوع. ما دي التربيه البايظه.
لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير. انا اروح اشوف مين شرب لون سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ انت مش امك بعد الجهاد وخلاص تمام؟ انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن يمكن. انت مش مريحني يا مش مريحني. انا ماليش غيرك يا خالد. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز قول لي الحقيقه، عايز ايه بصراحه؟ انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا ده؟ عايز تروح دبي؟ اوه لا يا هديك ابو صاحبي. عايز تروح ابو صاحبي دبي يا خالي؟ دبي انا هوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا هوديك دبي الاول. بس دبي مش من هنا. والله توحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس، بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل لحيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات. وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه فوزي. إيه؟ الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي. حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكم وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه. احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل البيت وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلامه يا فوزي حبيبي. بقول لك يا فوزي، ولما اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، خليك ملك. لا لا، بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق، كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي.